بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب بكم في محاضرة جديدة من محاضرات الديجيتال اي سي ديزاين. نبدأ محاضرة رقم 9 اللي هتكلم على CMOS Dynamic Characteristics أو Transient Characteristics. نبدأ بقى نشوف البيهيفير مع التايم. ودي بداية ان احنا نبدأ نحسب بقى أهم متريك في الحقيقة في الديجيتال سيركتس، اللي هو الديلي أو السبيد بتاعة الديجيتال سيركت. لو احنا بصينا في الحقيقة على المتريكس بتاع الديجيتال سيركتس، فأهم تو متريكس هما السبيد والباور كونسامشن. هما دول أهم تو متريكس بالنسبة للديجيتال سيركتس. هناخد بقى الأول السبيد بالتفصيل، مش محاضرة واحدة في الحقيقة، أكتر من محاضرة هنتكلم على الديلي والسبيد بتاعة الديجيتال سيركت. وبعد ما نخلص بقى الديلي هنبقى نتكلم على الباور كونسامشن. في المحاضرة اللي فاتت خدنا الدي سي أناليسيس، اللي هو كان بيقول لنا إزاي الفي أو بتبيهيف مع الفي إن لما يكون الفي إن كونستانت أو very slowly changing، بحيث ان انا اعتبر ان كل الكاباسيتورز اتشحنت خلاص ووصلت للستيدي ستيت بيهيفير. دلوقتي بقى الموضوع مختلف، احنا عايزين نعمل ترانزينت اناليسيس، يعني عايزين نجيب الفي اوت از ا فانكشن اوف تايم لما الفي ان از ا فانكشن اوف تايم يكون بيتغير. وده معناه ان احنا لازم نحل في الحقيقه ديفرنشال ايكويشنز. طب ليه لازم نحل ديفرنشال ايكويشن؟ لان انا عندي كاباسيتور بيتشحن ويتفرغ، واحنا عارفين ان الكاباسيتور المعادله الفاندمنتال بتاعته هي ايه، هي ان دي كيو بيساوي C في DV. ده معناه ان الI اللي هو DQ by DT بيساوي ايه؟ بيساوي C DV by DT. C DV by DT. فانا عندي differential equation لان الكارنت اللي ماشي في الكاباستور بيعتمد على تفاضل الفولت اللي على ايه؟ تفاضل الفولت اللي على الكاباستور. طبعا انتوا عارفين ان حد differential equations مواش حاجة ايه؟ مواش حاجة لطيفة. طبعا بأسوأ لو المعادلة linear زي ما هنشوف. فبالتالي بموضوع معقد قوي. موضوع معقد ده احنا مش بنحبه كسيركت ديزاينرز، احنا بنحب نسهل كل حاجه، بنحب كل حاجه تبقى سهله. فبالتالي بنحب نجيب سيمبل مودلز تقدر تدينا ديزاين انتويشن، نفهم ايه اللي بيحصل في السيركت بتاعتنا، ناخد ديزاين ديسيجنز من غير ما نغرق في الرياضه وتعقيدات الايه وتعقيدات الايكويشنز. وده اللي هيخلي بقى اهم تارجت للمحاضره دي، ان احنا نعمل ديفلوبينج لسيمبلر ديلي مودلز. ازاي نحسب الديلي عن طريق سيمبل مودل، والسيمبل مودل ده يدينا انسايت نفهم ايه اللي بيحصل في الدايره، وزي ان انا اتحكم في الديلي ده بالبارامترز اللي موجوده عندي في الدائره. الانبوت بتاعي هو بقى انا بتعامل طبعا مع لوجيك جيت زي الانفرتر مثلا، فعندي انبوت وعندي ايه وعندي اوتبوت. الانبوت بتاعي هنعتبره في الغالب اما ان هو عباره عن ايديال ستيب، يعني حاجه بتتغير ابرابتلي بالشكل ده، او لو انت عايز بقى يعني ابروكسيميشن مور اكوريت هتعتبره ان هو عباره عن ايه، عباره عن رامب، يعني حاجه بتتغير جرادوالي بالشكل ده لحد ما توصل للايه الفاينل فاليو بتاعتها، بيتغير من زيرو لفي دي دي او فايز فيرس او العكس من في دي دي الى الزيرو. فقبل ما نروح لحساب الديلي بقى تعالى نعرف اصلا الديلي، نعرف ايه هو الديلي. المفاجاه قبل ما نعرف الديلي في الحقيقه ان الديلي ده معاش رقم ثابت، ممكن نفس الجيت الاقي الديلي بتاعها ساعات صغير وساعات كبير، او نفس اللوجيك بلوك ده كان ممكن نحسب الديلي لبيزك جيتس وممكن احسبها لبلوك كبير شويه في مجموعه من الايه في مجموعه من الجيتس، هتلاقي الديلي ده بيتغير في الحقيقة. ساعات تلاقي الديلي صغير وساعات تلاقي الديلي كبير. فلو انا جيت على البلوك ده او اللوجيك جيت دي ودخلت عليها انبوت A وبدأت ابص على الاوتبوت Y، هلاقي A والانبوت A ده ممكن يكون كذا انبوت، يعني ممكن ده يكون بس والY ده برضه يكون A عبارة عن بس. فلما الانبوت A عمل التشينج بتاعه، خد بالك هنا انبوت A عمل الترانزيشن بتاعته، ورحت ابص على الاوتبوت Y هيتغير امتى؟ زي ما قلت بقى على حسب، هتلاقي الدلي مره كبير ومره صغير على حسب فاكتورز مختلفه. احيانا ممكن الاقي اوتبوت واي يتغير على طول، واحيانا ممكن الاقيه خد شويه وقت لحد لما ايه لحد لما يتغير. اصغر دلي ممكن ده اللي بنسميه الكونتامينيشن دلي، تي سي دي. ده اصغر دلي ممكن. قبل التي سي دي هل ممكن الاوتبوت يتغير؟ لا مش ممكن، هو باي ديفينيشن انا قلت التي سي دي ده اصغر ايه، ده اصغر دلي. طيب اكبر ديلي ممكن ده هنسميه تي بي دي، بنسميه البروباجيشن ديلي، تي بروباجيشن ديلي، تايم بتاع البروباجيشن ديلي. طيب بعد التي بي دي انا ضامن ان الاوتبوت بتاعي وصل خلاص للستيت ستيت بتاعته. طب ما بين التي سي دي والتي بي دي بقى في الريجن دي كده اهو، هل الاوتبوت لسه القديم ولا بقى خلاص الجديد؟ ما اعرفش، ما اقدرش اعرف، يعني لو انا ما قستش بإيديا هل أقدر أعرف أقول هو وصل ولا ما وصلش؟ ما أعرفش. أنا بس متأكد إن هو ما قبل التي سي دي هو لسه ما تغيرش،
وما بعد التي بي دي انا متاكد 100% ان هو خلاص وصل للفاينل فاليو بتاعته. ما بين الاثنين بقى حسب الكونديشنز المختلفه اللي هي ممكن تغير في الديلي اللي انا ما اعرفهاش بالظبط. طب ايه السبب اصلا اللي هو ممكن يخلي الجيت ليها ديليز مختلفه؟ ايه السبب يا ترى؟ في اسباب كتيره في الحقيقه، من ضمن الاسباب دي مثلا ان الرايز والفول تايم بتاع الانبوت نفسه بيأثر في الديلي بتاعي في الحقيقه. وعندي سبب تاني ممكن يكون واضح قوي بالنسبه لكم بقى دلوقتي، وهو ان الجيتس ممكن يكون ليها مالتيبل انبوتس او مالتيبل باثز، وكل باث يكون ليه ديلي مختلف عن التاني، او كل باترن من الانبوتس يكون ليها ديلي مختلف عن التاني. تعال ناخد مثال بسيط قوي هيوضح لكم الموضوع. لو احنا مسكنا جيت بسيطه زي اللي احنا خدناها مع بعض، زي التو انبوت نور جيت مثلا كده، اهو دي كده عباره عن نور جيت، عندي البي موس ترانزستورز ان سيريز وعندي الان موس ترانزستورز ان بارلل بالشكل ده. وادي الاوتبوت بتاعي اللي هو الايه اللي هو الواي، والانبوتس بتاعتي عندي هنا اي وبي، وعندي هنا برضو الاي وعندي هنا البي. ولنفترض بقى ان انا بتكلم على الترانزيشن بتاع ان الواي كانت انيشيالي بواحد وبعدين هتروح ناحيه الايه وبعدين هتروح ناحيه الزيرو. ما تنساش بقى دلوقتي بنتكلم على دايناميك كاركترستكس، فانا عندي هنا كاباستور في الحقيقه كان مشحون بواحد بالفي دي دي، وهيبدا الكاباستور ده يفرغ لحد لما يوصل لايه لحد لما يوصل للزيرو. طب لو انا عندي كيس ان الاي بس هي اللي بوان وان البي بزيرو، ساعتها الكاباستور هيفرغ في باث واحد ولا في تو باثز؟ هيفرغ في باث واحد، هيبقى عنده كارنت يمشي في مسار واحد بس، فبالتالي هياخد وقت طويل شويه عشان يفرغ. طب لو انا دخلت بقى الاي بواحد وبرده البي دخلتها بواحد، ساعتها الكاباستور هيفرغ في ايه؟ هيفرغ في مسارين في نفس الوقت، فبالتالي هياخد وقت اقل عشان ايه؟ وقت اقل عشان يفرغ. وبالتالي الديلي بتاع الجيت بتاعي بقى مره ممكن يبقى صغير ومره ممكن يبقى كبير حسب الانبوت التاني داخل عامل ازاي. يعني لو انا مثلا بدخل الانبوت بتاعي من عند الايه مثلا، والله انا ما اعرفش البي بكام، ما اعرفش البي جايه معايا ولا ما جاتش، ما اعرفش البي هي كمان هتبقى بواحد ولا هتفضل بايه ولا هتفضل بزيرو. فانت وحظك احيانا ممكن تشوف ديلي صغير فتشوف الكونتامينيشن ديلي، واحيانا ممكن تشوف ديلي كبير فتشوف البروباجيشن ديلي. من الامثله الثانيه برضو، لو انت عندك كذا باس مثلا، فانت عندك انبوت داخل كده اهو، بعد كده بيعدي هنا على لوجيك بلوك، بعد كده يعدي على لوجيك بلوك، وبعدين بتدخل الكلام ده مثلا على ايه، بتدخل الكلام ده على ماكس بالشكل ده. ماكس ده بياخد يا اما الباس ده يا اما الباس ده. وانا افترض ان انت عندك الديلي هنا مثلا كان ب 500 بيكو سكند، والديلي هنا كان ب 200 بيكو سكند، وانت بتدخل ادي الانبوت بتاعك ايه وادي الاوتبوت واي. ساعتها ممكن تلاقي الواي ده بيتغير بعد 200 بيكو شويه، وساعات تانية يتغير بعد 500 بيكو، حسب الماكس بتاعك ده هيختار الباس ده ولا هيختار ايه ولا هيختار الباس ده. فبرضه هيبقى عندك الواي دي ساعات هتتغير بعد تي سي دي، وساعات هتتغير بعد ايه بعد تي بي دي. اللي انت ضمنه هو ايه في الحقيقه؟ اللي انت ضمنه ان انت معاك الفاليو القديمه بتاعت الواي ما قبل تي سي دي، ومعاك الفاليو الجديده بتاعت الواي ما بعد تي بي دي. ما بين بقى تي سي دي والتي بي دي انا ما اعرفش لسه هي الواي اتغيرت ولا لا. هتقولي طب لو انا ما عنديش الكيسز دي كلها، ما عنديش مالتيبل انبوت جيت ولا عندي مالتيبل باثز ولا عندي الحاجات دي كلها، ستيل برضه الديلي ممكن يتغير. ليه؟ التمبريتشر بتاثر في الديلي بتاعك. يعني ايه؟ يعني لو الدايره سخنه هتبقى بطيئه، لو الدايره ساقعه هتبقى سريعه، فهتلاقي مره برضه الاوتبوت حسب الحراره بيتغير بدري، ومره بيتغير ايه ومره بيتغير متاخر. برضه عندك كونتامينيشن ديلي وعندك بروباجيشن ديلي. واحد برضو ممكن يقول لي طب انا ليه اهتم بالتي سي دي؟ ما انا اخد الورست كيس اللي هي تي بي دي واريح دماغي وخلص الموضوع. لا، الموضوع مش بالبساطه دي بقى، زي ما هنشوف لما تيجي تحسب بقى الايه تايمينج كونستريتس بتاعتك، وعايز التايمينج بتاع السيركت يبقى مظبوط، هتلاقي ان انت في الحقيقه محتاج الاثنين، محتاج التي سي دي ومحتاج التي بي دي. وان شاء الله هنشوف الموضوع ده بالتفصيل مع بعض قدام. فخلاصه الكلام ان التي بي دي تعريفه هو ايه؟ ده الماكسيمم ديلي. ولما نيجي نقيس الديلي بقى في اللوجيك سيركتس، بنقيس من ساعه ما الانبوت يعمل 50% كروسنج لحد لما الاوتبوت يعمل 50% كروسنج، من 50% انبوت الى 50% اوتبوت، فده الماكسيمم ديلي. والتي سي دي هو المينيمم ديلي، برضو نفس الحكايه، من 50% انبوت كروسنج لحد 50% اوتبوت. ايه 50% اوتبوت كروسنج؟ نشوف كده بقى شكل ويف فورم مثلا واحده. لو مسكت بقى جيت بسيطه خالص مثلا وارسم الويف فورمز بتاعتها دي، كانها الويف فورمز بتاعت انفرتر اهو. لما الانبوت راح للواحد اهو، ده الانبوت بتاعي اهو، راح للواحد فروم 0 تو 1، الاوتبوت عمل العكس، راح فروم 1 تو ايه، راح فروم 1
to zero. طب اقيس الديلي بقى منين؟ بروح اجيب ال 50% input crossing اللي هي النقطة دي من ساعة ما ال input عدى 50% لحد 50% output crossing اللي هي النقطة دي. اللي هنا ال output عدى 50 ايه؟ عمل crossing لل 50%. الفرق ما بين دي وما بين دي هو ده الايه؟ هو ده الديلي بتاعي. لو ممكن ينزل ولا اصغر بقى قيمه للديلي ده هتبقى هي الكونتامينيشن، واكبر قيمه ممكنه للديلي ده هتبقى هي البروباجيشن. طب انا الاوتبوت بتاعي احيانا بيعمل هنا هاي وهنا لو، فدي بنسميها هاي تو لو ترانزيشن، وهنا بيرجع هاي تاني فدي بنسميها لو تو هاي ترانزيشن. احيانا هيعمل فولينج ترانزيشن، واحيانا هيعمل رايزنج ايه؟ rising transition. فبالتالي برضو بنفرق في الديلي، فهنسمي ده ده الفولينج ديلي تي بي دي اف، عشان الاوتبوت بيفول بيعمل هاي تو لو. برضو في بعض الكتب هتلاقيها بتكتبه تي بي دي اتش تو ال هاي تو لو، هو الفولينج هو الهاي تو لو، وده بنسميه تي بي دي رايزنج، ده الرايزنج ترانزيشن او هو الايه اللي تو هاي ديلي. وبناخد بقى الافريج بتاع الاثنين، وهو ده بيكون ده الافريج بروباجيشن ديلي، ده الافريج بتاع تي بي دي رايزنج وتي بي دي فولينج. نفس الكلام بكرره برده مع الايه مع تي سي دي، برده الكونتامينيشن ديلي في رايزنج وفي فولينج وفي ايه وفي الافريج بتاع الكونتامينيشن ديلي. لو افترضنا ان في الرسمه اللي قدامنا ده بقى هو التي بي دي زي ما معمول كده كمثال، هيبقى تي سي دي احسن منه شويه. يعني تي سي دي مثلا وليكن هيبقى حاجه مثلا كده اهو، هيتحرك ايه هيبقى يجي اوصل قبله بشويه، يعني الديلي هيبقى اصغر، وهنا برده نفس الحكايه هيتحرك قبله اسرع شويه فالديلي هيبقى ايه اصغر بالشكل ده. يبقى هيبقى عندك برده تي سي دي، وهيبقى عندك ايه هيبقى عندك تي بي دي. نكمل برده شويه ديفينيشنز بعد ما عرفنا بقى البروباجيشن ديلي، بنعرف الرايز تايم والفول تايم. خد بالك ان احنا لما بنقيس البروباجيشن ديلي بنقيس فرق ما بين الانبوت والاوتبوت، لكن لما نتكلم على رايز تايم او فول تايم فاحنا بنتكلم على سيجنال واحده، مش بنقيس فرق بين السيجنال وسيجنال الثانيه، لا بنتكلم على سيجنال واحده. فلو جيت مثلا مسكت الاوتبوت، همسك الاوتبوت بس وعايز اقيس الفول تايم بتاعه، هقيس من ساعه ما الاوتبوت يكروس ال 80% لحد لما يوصل ل 20%. اهو التايم ده من ال 80% لحد 20% ده اللي بنسميه الفول تايم، والعكس بقى وهو رايح من ال 20% ل 80% ده اللي بنسميه رايز تايم. بعض الكتب على فكره بيديفاين الفول تايم والرايز تايم من ان هي 10% ل 90%. فلازم تبقى وانت بتقرا بيبر او انت بتقرا كتاب او انت بتقرا داتا شيت تبقى عارف هو بيستعمل انهي ايه انهي كونفنشن، تبقى عارف الايه المتريك اللي قدامك ده بيكورسبوند لايه بالظبط. برضو تكمل الديفينيشنز بتاعتنا، لو انا عندي جيت بتدرايف مجموعه من الجيتس او بتدرايف اي حاجه مثلا كمثال مثلا بالشكل ده كده، دي كده بنسميها الدرايفر. يعني ايه الدرايفر؟ يعني دي اللي بتعمل تشارجنج او ديسشارجنج للنود اللي موجوده هنا اهو، ده كده هو الدرايفر بتاعي، ده هو الدرايفر. ودول كلهم بقى بنسميهم اللودز، سواء بتكلم على الجيتس او بتكلم على الواير نفسه، الواير نفسه برضو ليه كاباسيتنس، فدول كلهم عباره عن الايه عباره عن اللودز بتوعي. يبقى الدرايفر هو اللي بيتشارج او ديسشارج، واللود هي عباره عن الكاباسيتنس اللي بيحصل لها ايه اللي بيحصل لها درايفنج اللي بتتشحن او بتتفرغ. لما يكون بقى عندنا ديجيتال سيركت ونبقى عايزين نعمل لها تايمينج اناليسيس، فزي ما قلنا بقى من الكونسبتس المهمه جدا في الديجيتال هي موضوع الابستراكشن ده. انا وانا بحسب الديلي بتاع الديجيتال سيركت بتاعتي مش بنزل على الترانزستور ليفل، امال ايه بعمل ابستراكشن للموضوع بقى. كل جيت ليها ديلي معين، والديلي ده بيكون طبعا فانكشن في اللود فانكشن في الانبوت فانكشن في كذا حاجه، بس بيقول ليها بارامترز معينه اللوجيك جيت بتاعتي. وبعدين بيجي بقى التول اسمها التايمينج انالايزر، بقى هي اللي بتحسب الديليز في كل الباثز وبتتاكد ان انت الريكويرمنتس اللي انت حطيتها تايمينج كونسترينتس اللي انت حطيتها متحققه. بس انت طبعا اللي بتدي للتول دي الاوامر، وهي في الاخر بترجع لك شويه كلام، فانت لازم تعرف انت بتقول لها ايه، ولازم تعرف برضو هي بترجع لك ايه. فبرضو في شويه ديفينيشنز مهمه كده. في حاجه بنسميها الارايفل تايم، ببساطه كده الارايفل تايم زي ما اسمها بيقول هو الوقت اللي السيجنال هتوصل فيه، هو ده الارايفل تايم. فده الليتست تايم اللي السيجنال بتاعتك موجوده عند نود معينه هيحصل لها ايه، هيحصل لها سويتشنج. يبقى انت ضامن ان هي قبل الارايفل تايم ده خلاص وصلت للايه، وصلت للستيدي ستيت بتاعتها، اتغيرت خلاص وصلت للستيدي ستيت بتاعتها. طيب اليوزر بيعمل ايه؟ اليوزر بيديفاين الارايفل تايم اوف انبوتس. خد بالك ان انت عندك لوجيك بلوك مثلا
بالشكل ده كده اهو. ده كده عبارة عن ايه؟ لوجيك بلوك انت بتعمله ديزاين. فانت بتقول للتول ايه؟ انت بتقول للتول الانبوتس بتاعتي هتوصل امتى، وبتقول للتول برضو انا عايز الاوتبوتس بتاعتي توصل امتى، وهي بقى بتحاول تشوف الريكوايرمنتس اللي انت حاططها دي هي هتتحقق ولا مش هتتحقق. واحد هيقول لي برضو انا مش فاهم يعني الارقام دي تمثل ايه، ولكن الارقام دي بالايه؟ بالبيكو ساكند مثلا. اما اقول له ايه 0 20 بيكو 30 بيكو يعني ده ريفرنس لايه بالظبط؟ ريفرنس للكلوك ايدج في الحقيقه. فانت بتقول له انا عندي كلوك ايدج معين في السيستم بتاعي، الاي 0 دي هتوصل 20 بيكو ساكند بعد الكلوك ايدج، الاي 1 30 بيكو ساكند بعد الكلوك ايدج، الاي 2 50 بيكو ساكند بعد الايه؟ بعد الكلوك ايدج. فبديفاين كل انبوت هيوصل تايم قد ايه بعد الكلوك ايدج، ده الارايفال تايم. انت بتدي المعلومات دي للتول. طب انت بتجيب معلومات، المعلومات دي منين اصلا؟ على حسب بقى السيجنالز دي جايه منين، انت بتبقى عارف السيجنالز دي جايه منين. فبيبقى التول حاسب لك برضه لو انت بتانلايز بلوك تاني حاسب لك السيجنالز دي اللي هي الانبوت بتاعت البلوك ده، بس هي الاوتبوت بتاعت بلوك تاني. فمن الاوتبوت بتاعت البلوك التاني ده انت عارف هي هتاخد ديلي قد ايه اصلا، فبالتالي بتقول له هي هتوصل لك امتى. وبعدين بتروح تقول له انا عايز بقى الاوتبوت ده اللي هو اوتبوت 9 يظهر لي بعد 110 بيكو، وعايز اوتبوت 12 ده يظهر لي بعد 140 بيكو. خد بالك دي كده ريكوايرمنت، هو انا اصلا ما اعرفش هيوصلوا امتى، ما انا ما اعرفش الديليز اللي جوه. انت ما بتقعدش تحسبها، تقول هي اللي بتقعد تحسبها، انت بتريكويست دي الريكوايرمنت بتاعتك، ده الكونسترينت اللي انت طالبه، ده القيد اللي انت حاطه على ايه؟ اللي انت حاطه على الدايره. فانت بتديفاين الريكوايرد تايم اوف انبوت، ده الريكويست بتاعي. بتعمل ايه بقى التول؟ بتبدا تحسب الديلي وتشوف الريكويست بتاعك ده هيتحقق ولا مش هيقدر يحققه لك. طب بيحسبه ازاي؟ ما هو عنده كاركترايزد في اللايبراري اللي بتجيله، اللي انت برضو بتديها له لما تيجي تعمل عمليه السنسس والتايمنج اناليسس، بتديله الستاندرد سيل لايبراري بتاعتك وبتديله التايمنج كاركترستكس بتاعتها. بيكون عندك كده لايبراري موجود فيها كل التايمنج بارامترز بتاعت الجيتس، فكل جيت هو عارف الديلي بتاعها بيساوي كام، فهيبدا يحسب بقى في الباثز الديلي بيساوي كام. وليكن مثلا تعال نمسح كل حاجه كده ونبدا مع بعض ناخد ايه، ناخد مثال اهو. لو انا مشيت في الباث ده كده اهو هيبقى الديلي بتاعي بيساوي كام؟ انا اوريدي جاي متاخر 20، زود عليهم 30 يبقى 50، زود عليهم كمان 20 يبقى كام؟ 20 و50. هو في الحقيقه هنا الارقام عشان نمشي مع الارقام اللي موجوده، هو خد الورست كيس بقى، والورست كيس هنا اهو خد بالك انا عندي الجيت دي مثلا اللي هي الاولانيه دي دخل عليها تو انبوتس، واحد جاي متاخر 20 واحد جاي متاخر 30، فمين اللي هيعمل لك الليميتيشن اكتر؟ اللي جاي متاخر اكتر، اللي هو مين؟ اللي هو اللي جاي 30. طب ال 30 وبعد كده الجيت دي نفسها اهو عملت لك ديلي بيساوي كام؟ بيساوي 30. يبقى انا هوصل هنا بعد قد ايه؟ بعد 60. طيب وهليكن هاجي هنا هاخد ديلي كمان 20، يبقى هوصل هنا بعد ايه؟ يبقى هوصل هنا بعد 80، وهاخد هنا كمان 30 يبقى هوصل هنا بعد ايه؟ بعد 110. ده الاكتوال تايم في الحقيقه، ده كده هو الارايفل تايم، ده هو الارايفل تايم بتاع الاوتبوت اللي اليوزر المفروض ما يعرفوش. امال اليوزر بيحط ايه؟ بيحط ريكويست، ولكن انا كنت مدي التول ريكويست ان انا عايز الاوتبوت بتاعتي كلها تبقى جاهزه عند 200 بيكو سكند، ده الريكويست بتاعي. هو بيعمل ايه بقى؟ تايمنج انلايزر بيعمل ايه؟ بيشوف اللي انت طالبه، وانت طالب كام؟ 200. طب وانا جبت لك الدايره بتاعتك بتجيب كام؟ بتجيب 110. يحسب لك ايه؟ يحسب لك حاجه بيسميها السلاك. ايه السلاك ده؟ ده المارجن، الفرق، الفرق ما بين التايم اللي انت عايزه والاكتوال ارايفل تايم بتاع الاوتبوت. طب انا عايز هنا كام؟ انا عايز 200، وهو وصل امتى؟ وصل بعد 110. يبقى السلاك بتاعك بكام؟ السلاك بتاعك ببلس 90 بيكو سكند، يبقى ده كده بوزيتيف سلاك. بوزيتيف سلاك معناها الريكويرمنت بتاعي متحقق ولا مش متحقق؟ معناها الريكويرمنت بتاعك متحقق. يبقى طالما انت عندك بوزيتيف سلاك بنقول ان انت عندك هنا تايمنج كلوجر، يعني التايمنج ريكويرمنتس مت اتحققت، فده بنسميه تايمنج كلوجر. طب جميل، لو بقى كان عندي بقى مشكله ان السلاك بتاعي طلع بالنيجاتيف، يعني افرض انا كنت بدل ما طالب بقى 200 انا كنت طالب 100 بيكو سكند، ساعتها كان هيحسب السلاك، هيطلع السلاك بتاعه بماينس 10 بيكو سكند. كده يبقى هو في ايه؟ في مشكله بقى. هيعمل ايه؟ هيبدا يحاول يلعب بقى في الايه؟ في الديزاين بتاعي.
يحاول يجيب جيتس تانية يكون الديلي بتاعها أقل، يغير في السايزنج، يغير في أي حاجة لحد لما يحاول يميت التايمينج ريكوايرمنتس بتاعتك. عرف يحققها برضو هيطلع لك رسالة يقول لك تايمينج كلوجر، تايمينج ريكوايرمنتس مات. معرفش يحققها هيقول لك التايمينج فيلد، أنا ما قدرتش، والنيجاتيف سلاك بتاعك بيساوي كذا. روح أنت بقى تصرف، غير في الريكوايرمنتس بتاعتك، قول لي أعمل إيه، أنا مش عارف أوصل لك لإيه، أوصل لك لحل. طب في نفس بقى الدايه اللي احنا بنشرحها هنا، هل الاوتبوت اللي هو اوتبوت 9 ده اسوا اوتبوت؟ لا مش اسوا اوتبوت. مين اسوا اوتبوت؟ هو اكتر واحد هيجي متاخر، اخر اوتبوت هيوصل لك. طب فين اسوا باث هنا اهو؟ تعالوا نبص كده في الدايره بتاعتنا وندور على ايه، وندور على اسوا باث. هتلاقي ايه؟ هتلاقي ده مثلا جاي متاخر قوي 50، بس هو في الحقيقه رايح على جيت واحده بس، ما بيعملكش مشكلة في الحقيقة، مع انه هو جاي متأخر، بس مش بيعمل لك ايه؟ مش بيعمل لك مشكلة. فانا مش ببص على اخر واحد جاي، لا انا ببص على اخر واحد هيطلع في الايه؟ اخر واحد هيطلع في الاوتبوت. طب تعالوا نبص بقى على الباث اللي عندنا هنا اهو. انا عندي هنا ديلي ب50، ومعايا هنا ديلي ب40، ومعاك ال20، فالباث ده برضو مش هيعمل لك مشكلة. مشكلتي في الحقيقة هيكون في اطول باث موجود. اطول باث هنا اللي هو انهي باث؟ اللي هو لو انا ماشي كده وبعدين كده وبعدين كده، انا جاي اصلا بقوت متاخر شويه عند ال 30، وبعد كده عدى على 3 جيتس، عديت على 3 جيتس، ف 30 بلس 30 هيديك كام؟ هيديك 60. 60 بلس 30 هيديك 90. 90 بلس 50 هيديك 140. ده هيوصل بعد 140. الباص اللي بالازرق ده كده بنسميه ده الكريتيكال باص اللي عندك. ايه الكريتيكال باص ده؟ ده الباص اللي فيه اسوأ ديلي. هو ده اللي هيعمل لك بقى ليميتيشن. لو انا هنا حاطط عامل فلوب هنا اهو، هنا وعامل فلوب هنا اهو، عايز اشتغل بقى سينكرونس سيستم، ده اللي هيحدد لك المينيمم كلوك بيريود في الحياه، كريتيكال باث. انتوا عارفين في الايه سينكرونس سيستمز انا محدود بابطا ابطا باث عندي في الدايره. ليه؟ ان اللي بيجي سريع ممكن يستنى، لكن اللي بيجي متاخر ده هعمل له ايه؟ لازم استناه انا غصب عني، فبالتالي لازم اكبر الكلوك بتاعتي لحد لما اكوموديت كل الباثز اللي موجوده عندك في الايه في السيركت. التايمينج انالايزر بقى بيرجع لك رقمين مهمين جدا جدا جدا. رقم اسمه الورست نيجاتيف سلاك دبليو ان اس، بيقول لك الدبليو ان اس بيساوي كذا. ورقم اسمه التي ان اس، بيقول لك التي ان اس بيساوي كذا. مين التي ان اس ده؟ ده التوتال نيجاتيف سلاك. بيعمل التوتال نيجاتيف سلاك بيجمع لك كل النيجاتيف سلاكس اللي موجوده عندك في الدايره. يعني لو خدنا برضو مثال هنا اهو، لو انا كنت حاطط تايمينج ريكويرمنت ان الاوتبوت توصل لي عند 100 بيكو، ساعتها ده هيكون فيه نيجاتيف سلاك ماينس 10، وده هيكون فيه نيجاتيف سلاك بماينس ايه 40. يبقى وقتها هيبقى ال WNS بتساوي كام؟ بتساوي ماينس 40، ده اسوأ نيجاتيف سلاك. طب ال TNS هتساوي كام؟ هتساوي ماينس 50، بيجمع لك الماينس 10 بلس الماينس ايه بلس الماينس 40. طب لو كانت ال WNS بتساوي ال TNS، يا ترى ده معناه ايه؟ اعمل بوز وفكر في الاجابه. طبعا الاجابه ان لو هما الاثنين بيساوي بعض، ان انت عندك باث واحد بس هو اللي بيفايوليت التايمينج ريكويرمنتس. واحد هيقول لي طب ليه انت ما كفايه ان انا ابص على WNS، ايه لازم ان انا ابص على TNS؟ اقول لك لا، ده مهم جدا. TNS ده لو لقيته بقى اكبر بكتير من WNS، ده معناه ايه؟ معناه ان انت عندك فيه باثز كتيره قوي بايظه في الدايره. فانت ما هي مش مشكله، مش باث واحد هتروح تصلحه، من دايره كلها بايظه. ساعتها بقى غالبا لازم تروح تغير في الايه، تغير في ليفل اعلى شويه بقى من الايه، من السيركت ليفل، تروح تغير بقى في الاركتكتشر، تروح تغير في الديزاين في الار تي ال بتاعك. لكن لو هو في باث واحد بيعمل فايوليشن، ممكن الباث تحاول تسرعه شويه، تعمل له تريك، الموضوع يكون بسيط. تمام. طيب بعد عن برضه اكسرسايز اهو، لو انا حطيت ريكويرمنت ب 200 بيكو زي ما شفنا مع بعض، هيبقى عندك هنا بوزيتيف سلاك بلس 90، وعندك هنا بوزيتيف سلاك بلس ايه 60، وساعتها هيبقى عندك تايمينج ايه، هيبقى عندك تايمينج كلوجر. طيب لو التايمينج بقى ريكويرمنتس بتاعتك ما كانتش مت، ما كانش فيه تايمينج كلوجر، العكس بقى كان فيه تايمينج فايوليشنز، ايه اللي ممكن تعمله؟ ساعتها بقى محتاج تعمل ايه؟ تعمل تايمينج اوبتمايزيشن. طب الاول ايه اصلا اللي بيفايوليت التايمينج ريكويرمنتس بتاعتك او تايمينج كونسترينتس؟ الكريتيكال باثز، الباثز اللي فيها الايه، اللي فيها لونجست ديلي. طبعا الباثز اللي فيها ماكسيمم ديلي هتبقى هي بالتالي الباثز اللي فيها السمولست ايه، السمولست سلاك. تمام. او لو هي في فايوليشنز بقى هيبقى الباثز اللي فيها نيجاتيف ايه، اللي فيها نيجاتيف سلاك. طيب لما اجي بقى اوبتمايز السبيد، ممكن في الحقيقه تشتغل عند اكتر من ليفل، ممكن تشتغل عند 4 ليفلز. لو فاكرين لما كنا بنشرح بقى الليفلز في ايه اوف ابستراكشن، فممكن تشتغل تحت خالص عند اللي اوت ليفل، وده اللي بيشتغل عليه بقى الراجل اللي بيديزاين الستاندرد سيل لايبراري.
بيحاول ان هو يمينيمايز الكاباسيتنس مثلا، يعمل ايه؟ يعمل اللاي اوت بتاعته ان هو يمينيمايز الكاباسيتنس، وبالتالي لما يمينيمايز الكاباسيتنس يبقى كده هيمينيمايز الديلي. او لما تيجي تعمل فلور بلاننج، لما تيجي تحط البلوكس بتاعتك في السيستم، كل البلوكس اللي بتكلم بعض قريبه من بعض، لو حطيتهم بعاد عن بعض هيبقى فيه ديلي كبير نتيجه للايه؟ نتيجه للوايرنج وهكذا. فانت ممكن تشتغل على اللاي اوت ليفل تحت خالص لو انت بتعمل ستاندرد سيل لايبرري، او لو انت بتعمل فول كاستم ديجيتال ديزاين ان جنرال، لو انت عندك بلوك وعايز تعمل اوبتمايزيشن والطريقه اللي انت تعمله فول كاستم مش عن طريق ايه، مش عن طريق السيمي كاستم ديزاين فلو. طيب ده اللاي اوت ليفل اللي تحت. تطلع فوق شويه بقى عندك السيركت ليفل. السيركت ليفل يعني ترسم سكيماتيك بمعنى اخر. طب ايه اللي ممكن اغيره في السكيماتيك بتاعتي؟ يعني ممكن تغير لوجيك ستايل. يعني احنا خدنا مثلا في الحقيقه تو لوجيك ستايلز لحد دلوقتي، خدنا سي موس لوجيك العادي، وخدنا الباس ترانزستور لوجيك، واحنا هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل الممل اكتر من كده ان شاء الله، تفصيل مش ممل يعني ان شاء الله في الايه في الليكتشرز الجايه. وانك تلعب في السايزنج بتاع الترانزستورز، كل ده هيغير في الايه، هيغير في الديلي، وبالتالي ممكن يخليك تحسن في التايمينج بتاعك. طب خلصت الليفل بتاع السيركت، ممكن تطلع فوق ليفل كمان بقى تشتغل على اللوجيك ليفل. ده الراجل اللي بيكتب الار تي ال بقى، هم اصلا مش شايف ترانزستورز اصلا، هو مش شايف غير بس ان هو بيكتب كود سواء بقى ستراكشرال او بيهافيرال، ممكن يشتغل على اللوجيك ليفل. يعني انت عايز تعمل ادر مثلا، الادر ده ممكن يكون ريبل ادر، هيكون بطيء جدا 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 بس الباور كونسامشن بتاعه قليل، وممكن يكون لوك اهيد ادر هيبقى سريع جدا جدا بس الباور كونسامشن بتاعه عالي. وبالتالي انت اللي بتختار انت عايز انهي نوع انواع الايه من الادرز، ممكن تغير في الفان ان والفان اوت بتاعك، وهنشوف برده ان شاء الله الحاجات دي مع بعض. الثلاثه ليفلز دول في الحقيقه احنا هنغطيهم مع بعض في الكورس بتاعنا، يعني ده معانا وده معانا وده برده معانا. الليفل بقى اللي هو مش معانا اللي هو بيدرس بقى في كورس الاركتكتشر، كمبيوتر اركتكتشر، انك تشتغل على الاركتكتشر والمايكرو اركتكتشر ليفل، زي انك تغير في النمبر اوف بايبلاين ستيجز، تغير في الميموري سايز، الريجستر فايل سايز، الحاجات دي كلها، ده برضو ممكن كله يغير في التايمينج ايه، يغير في التايمينج بتاعك. في الحقيقه بقى الميجور تشينجز بتيجي من عند الهاير ليفلز اوف ابستراكشن من فوق. يعني تحت هنا انت بتعمل تشينجز باي يعني فيو بيرسنت في الحقيقه. لو انت هتعمل اوبتمايزيشن دي اللاي اوت بروسيسنج كاباسيتنس مثلا، انت بتتكلم في امبروفمنت 10%، امبروفمنت 20%. لكن لو انت عايز بقى تتكلم على 3x و4x و5x والحاجات دي، انت لازم تطلع فوق. كل ما تطلع فوق تقدر تجيب تايمينج اوبتمايزيشن بفاكتور اعلى بكتير من انك تشتغل على الايه اللايرز اللي تحت. طيب تعال ناخد مثال بقى على ايه، على حساب الديلي بتاع انفرتر. احنا قلنا قبل كده مع بعض ان الموضوع الديلي ده كله جاي من الفاندمنتال ريليشن بتاعت الكاباسيتنس، ان ما اقدرش ان انا اغير الفولتج على الكاباسيتنس بطريقه ابرابت. ليه؟ ان انا محتاج تشارج والتشارج محتاجه فلو، الكلام ده كله بياخد ايه، بياخد وقت. لو انا هغير الفولت على الكاباسيتور ابرابتلي يبقى انا محتاج انفينيت كارنت في الحقيقه، محتاج انفينيت كارنت، لان انا محتاج اغير تشارج في تايم زيرو، ده معناه انفينيت كارنت. فالريليشن بتاعت الكاباسيتور بتقول لك ان الدلتا كيو بتساوي سي في الدلتا في، هفضلها عشان اجيب الايه الكارنت، الاي اللي هو دي كيو باي دي تي، معناه ان هو سي دي في باي دي تي، وده اللي زي ما قلنا هيجيب لنا بقى المعادله التفاضليه. لو جبت دلتا تي في ناحيه لوحدها يبقى دلتا تي بتساوي السي في الدلتا في على الاي. يبقى احنا عايزين نعمل ايه؟ طبعا اللي بيحدد دلتا في هو الفولتج بتاعك، السبلاي بتاعك اللي هو الفي دي دي، اللي هو الفرق بين الزيرو وال1 بمعنى اخر. وعندك هنا كاباسيتنس عايز تعمل لها بقى مينيمايزيشن عشان انت عايز تقلل التايم طبعا، تقلل الديلي. وعندك هنا الكارنت عايز تعمل له ايه، ماكسمايزيشن، يبقى انا عايز اكبر الكارنت وعايز اقلل الكاباسيتنس. كل ما الكاباسيتنس تبقى كبيره كل ما الجيت بتاعتك هتبقى ابطا. طب لو ايه الجيت، ايه الكاباسيتنس اللي موجوده عندي في الجيتس دلوقتي؟ عندي اهو انفرتر بيدرايف انفرتر، يعني دي كده عباره عن انفرتر كده اهو بيدرايف انفرتر زيه كده اهو. ايه الكاباسيتنس اللي الدرايفر ده شايفها؟ ده كده بنسميه ده الدرايفر اهو، ده اللي بيدرايف. شايف كاباسيتنس عباره عن ايه؟ اول حاجه شايف جيت كاباسيتنس، هو شايف الجيت كاباسيتنس بتاعته ولا جيت كاباسيتنس بتاعت الجيت اللي قدامه؟ شايف الجيت كاباسيتنس بتاعت الجيت اللي قدامه اللي هي ايه، اللي هي الكاباسيتنس دي كده، ما ده عباره عن كاباسيتور والنص عباره عن كاباسيتور زي ما اتفقنا، فهو شايف الجيت كاباسيتنس دي اول حاجه. طب شايف ايه كمان؟ شايف الديفيوجن كاباسيتنس. طب الديفيوجن كاباسيتنس بتاعته ولا بتاعت الجيت اللي قدامه؟ بتاعته بقى المره دي، صح كده؟ الديفيوجن كاباسيتنس بتاعته جت منين؟ الديفيوجن كاباسيتنس جت من ده هو الدرين، واحنا عرفنا ان الدرين ده عباره عن جانكشن، في جانكشن بيكون ليها ايه، بيكون ليها كاباسيتنس بنسميها جانكشن كاباسيتنس، برضو ده الدرين. فعندك هنا ايه، عندك هنا تو كاباسيتنس. طبعا الفرق بقى زي ما اتفقنا مع بعض ان السي جي دي مش بارازيتك، انا محتاجها ما اقدرش استغنى عنها،
لكن السي دي فيوجن دي عباره عن بارازيتك ايه بارازيتك كاباسيتنس بحاول ان انا اعمل لها مينيمايزيشن. وعندي كمان طبعا الواير كاباسيتنس. الواير كاباسيتنس في الحقيقه بقى ليها اهميه كبيره جدا جدا دلوقتي لان السكيلينج داون زي ما هنشوف مع بعض ان شاء الله برضو بيحسن قوي في الديلي بتاع اللوجيك جيتس ولكن مش بيحسن في الديلي بتاع الوايرز. وبالتالي الواير بقى ليها دلوقتي دوميننت كونتريبيوشن في الاوفر اول ديلي. وده طبعا بيعمل لك ايه بيعمل لك مشكله برضو في التايمينج كلوجر بتاعك ان التايمينج في السنسس هي مختلف خالص عن التايمينج بعد تعمل بليس اند راوت. لو الوايرز ليها افكت كبيره هتلاقي التايمينج مختلف بعد ما تعمل البليس اند راوت. يبقى دي اول حاجه ان انا عندي مشكله الكاباسيتنس كل ما هتبقى اكبر كل ما هتبقى ابطا. الكارنت بقى العكس كل ما الكارنت يكبر كل ما الدائره بتاعتك هتبقى ايه كل ما الكارنت بتاعك هيبقى اكبر هنوفر الكاباسيتنس بسرعه فالدري هيبقى اصغر والدائره هتبقى اسرع. طب احنا قعدنا مع بعض المره اللي فاتت في الستاتيك كاركترستكس ان لو دلوقتي الجيت دي تعالى نمسح كده ده ونفترض ان انا عندي هنا ترانزيشن كان 1 وبعد كده رايح لايه رايح لزيرو. امتى هيحصل الترانزيشن ده في الحقيقه؟ لما الاي بتاعتك تكون بواحد فتخلي الان موس ده ايه هتخلي الان موس ده اون فهيبدا الكاباستور اللي موجود هنا الكاباستور ده كانه بيلمب كل الايه كل اللي احنا شايفينه ده هيبدا يعمل ايه هيبدا يفرغ في الان موس عشان يروح من الواحد للايه من الواحد الى الزيرو. في البدايه هيكون الان موس ده شغال في انهي ريجن اوف اوبريشن؟ في البدايه هيشتغل في الساتوريشن. ليه هيشتغل في الساتوريشن؟ في البدايه الفي دي اس بتاعه هيكون كبير. الفي دي اس بتاعه في البدايه بيساوي ايه بيساوي الفي دي دي وبعدين الفي دي دي هيبدا يقل ان هو رايح فروم 1 تو 0. خد بالك فروم 1 تو 0 دي معناها ان هو رايح فروم في دي دي الى 0 فولت. فلما الفولت بقى يقل هيروح فين؟ هيروح في اللينير ريجن. خد بالك ان كل ده مفروض ان الفي جي اس ثابته. لو انا بعتبر يعني ان الايه التشنج عندها كان ابرافت فالفي جي اس ثابته والترانزستور اون هو هيروح يبدا في الساتوريشن ريجن. طبعا في الساتوريشن هيكون الكارنت كبير زي ما احنا شفنا مع بعض كده اكني ماشي على الكيرف ده كده في الساتوريشن الكارنت كبير وانا رايح ناحيه اللينير هيبدا الكارنت بتاعك ايه هيبدا الكارنت بتاعك يقل. طب نرجع تاني بقى للايه للكاباسيتنس بتاعتنا. تعالوا بقى ايه نفككها كده ونشوفها حته حته. فزي ما اتفقنا انا شايف الجيت كاباسيتنس بتاعت الايه بتاعت الجيت اللي بعديه فهنا سي جي اس بتاعت الان موس وسي جي اس بتاعت البي موس. وبعدين عندي هنا سي درين بالك اهي بتاعت البي موس وسي درين بالك بتاعت ان موس. طبعا السي سورس بالك ملهاش اي لازمه ان هي هتبقى واصله على الفي دي دي فمفيش تشينج بيحصل عليها. ان اللي بتفرق معايا الكاباسيتنس اللي بيحصل عليها فولتج تشينج. لكن لو الكاباسيتنس الفولت عليها فيكسد الفولت اللي على الكاباسيتنس ما بيتغيرش ده معناه ان مفيش كارنت بيدخل لها ولا بيخرج منها فبالتالي مش بتاثر خالص على الداينامكس بتاعتي. نفس الحكايه برضو هنا الكاباسيتنس دي مش هيكون ليها تاثير ان هي واصله على الجراوند بالتالي مفيش اي تاثير على الايه مفيش اي تاثير على الداينامكس بتاعت السيركت. اللي هيقلقني هي السي درين بالك بتاعت البي موس وبتاعت الان موس. وبرضو عندي هنا طبعا الايه عندي هنا السي واير. طبعا الجيت كاباسيتنس بقى اللي انا شايفها في الايه في النكست ستيج اللي انا شايفها هنا اهو زي ما احنا عرفنا بقى ان السي جي في الحقيقه بتعتمد على الاوبريتنج ريجن بتاعتي فبالتالي هي ما هيش سي جي اس بس في الحقيقه. لو انت عايز تبقى دقيق في الحقيقه المفروض تكتب ان هي سي جي او في ناس بقى بيكتبها سي جي جي دي كده التوتال جيت كاباسيتنس اللي هي هتبقى عباره عن السي جي اس بلس سي جي دي بلس كمان السي جيت بالك بقى. وكل واحده من دول هتبقى القيمه بتاعتها حسب الاوبريتنج ريجن. زي ما شفنا مع بعض بقى لو انا شغال في الساتوريشن هيبقى مين اكبر واحده؟ هيبقى السي جي اس هي اكبر واحده في الحقيقه. لو انا شغال في الساتوريشن بتبقى كل التشانل كاباسيتنس رايحه للسي جي اس والسي جي بي تبقى اولموست نيجليجيبل والسي جي دي بيفضل بس فيها الجزء الاوفرلابنج زي ما خدناه مع بعض في محاضره الكاباسيتنس. طب لو انا خدت بقى الايه الباث الصعبه قلت طب انا مش فارقه معايا وانا عايز احل بقى الديفرنشال ايكويشن هتبقى ايه شكل الايه المعادله بتاعتي عامل ازاي؟ طب انا هابلاي ستيب انبوت. الانبوت بتاعي عباره عن ستيب زي ما احنا شايفين كده اهو ادي الانبوت كده اهو ده ستيب انبوت والستيب انبوت يعني يو اوف تي وشفت هنا بتي نوت عشان هو هنا بادئ عند التايم ايه بادئ عند التايم تي نوت فدي هي الستيب فانكشن. الستيب فانكشن دي ضربتها في بي دي دي يعني بعمل ترانزيشن من الزيرو الى البي دي 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 كده هي الانبوت ويف فورم بتاعتي دي كده ايديال انبوت ويف فورم. طب عايز اعمل ايه بقى؟ عايز اجيب الفي اوت. الفي اوت ما قبل التي نود بيساوي بي دي دي لو ده انفرتر يعني فلو انت مدخل زيرو خد بالك ان ما قبل التي نود انا كنت مدخل زيرو فبالتالي الفي اوت ما قبل التي نود بيساوي بي دي دي مش بيتغير. انا هنا كنت ايه ستاتيك ما قبل التي نود كان عندي ستاتيك. وانس ان حصل بقى الترانزيشن هيبدا الفي اوت يتغير زي ما احنا شايفين كده بالويف فورم اللي احنا شايفينها. طب عشان احل
الويف فورم دي، اجيب الايكويشن بتاعتها، محتاج اعمل ايه؟ محتاج في الحقيقه احل المعادله دي. الله، جت منين المعادله دي؟ جت من احنا كنا بنقوله من شويه ان الكيو بتساوي سي في الفي، وان الاي بيساوي سي دي في باي دي تي. ما هو ادي هو الدي في باي دي تي، ما الفي دلوقتي هو مين؟ هو الفي اوت، ما هو ده الفولت اللي على الكاباستور. ما انا عندي هنا الكاباستور اهو، والفولت اللي على الكاباستور بيتغير. طب والله وفين السي؟ ما انا السي هنا جبتها الناحيه الثانيه، فبقت اي على سي، او اي على سي. طب مين الاي ده بقى؟ الاي ده هو الكرنت اللي ماشي في الترانزستور. ان انا بفترض ان انا بعمل لو تو هاي ترانزيشن زي ما انتم شايفين كده، هاي تو لو، معلش ده كده هاي تو لو ترانزيشن. هاي تو لو ترانزيشن معناها ان الكاباستور بتاعي بيفرغ فيه الايه؟ بيفرغ فيه الان موس اللي هنا ده. طب الكرنت هيبقى بيساوي ايه حسب الاوبريتنج ريجن زي ما اتفقنا؟ فالاول هيكون الكرنت بتاعك في الساتوريشن، طول ما الفي اوت اكبر من في دي في ماينس في ثريشولد، الكرنت هيبقى في الساتوريشن جيفن بالايكويشن دي. لما الفي اوت يبقى اصغر من الاوفر درايف الفي دي في ماينس الفي ثريشولد، الكرنت بتاعك هيدخل في الايه؟ هيدخل في اللينير ريجن. طب الايكويشن اللي عندي دي هل هي لينير ايكويشن؟ لا، دي نون لينير ايكويشن. انا عندي هنا اهو الفي اوت مضروب في مين؟ مضروب في الفي اوت، هيديك الفي اوت تربيع، فانا عندي هنا نون لينير ايكويشن. يبقى انا عايز احل في الحقيقه نون لينير ديفرنشال ايكويشن. وخد بالك ان الدي في باي دي تي هنا هي في الحقيقه التفاضل الفولت او السلوب بتاع الفولت، وبما ان انا بعمل هنا هاي تو لو زي ما قلنا، فالسلوب بتاعك بالنيجاتيف، وده اللي جاب لك الاشاره السالب هنا اهو. طبعا مفيش بقى سيركت ديزاينر عاقل هيروح يحل الايه نون لينير ديفرنشال ايكويشن دي، حاجه معقده جدا، واحنا مش بنحب الايه، مش بنحب التعقيد. وفي الحقيقه حتى لو رحت حليتها، اصلا الموديل اللي انت بتستعمله ده اللي هو الشكلي سكوير لو موديل ده او لونج تشانل موديل ده، اصلا انكيوريت، اصلا ان هو يعني غير ان هو كومبليكيتد وهيبقى صعب وهيبقى عندك نون لينير ديفرنشال ايكويشن، الموديل ده اصلا ما هوش اكيوريت نهائيا. زي ما شفنا مع بعض، الموديل ده بيفترض ان انت عندك فير لونج تشانل ترانزستور، مش واخد في اعتباره بقى كل الامبرفكشنز اللي احنا خدناها مع بعض في محاضره الاي في كاركترستكس، مش واخد في اعتباره كل الايفكتس دي. فبالتالي هيبقى تضيع وقت انك تقعد ايه، انك تقعد تحله. طب امال اعمل ايه؟ روح الاكستريم الثانيه، اقول خلاص روح على سبايس وحط الدايره واعمل لها ايه، واعمل لها سيميليشن. طب هو سبايس بيعمل ايه بقى؟ سبايس بيحل الايكويشنز دي نيوميريكالي عن طريق اتريتيف تكنيكس، عن طريق تكنيك اسمه نيوتنز ميثود او نيوتن رافسون الجوريثم. بيقعد يحل الايه نون لينير ديفرنشال ايكويشنز دي لحد لما يديك الحل بتاع الايه بتاع الدايره. وبيستعمل بقى مور اكوريت في الحقيقه، بس ماتش مور كومبلكس اي بي مودلز زي بي سي موديل وبي اس بي موديل والحاجات اللي انتم بتسمعوا عنها دي. يعني بي سي موديل يعتبر هو احد الاندستري ستاندرد مودلز واكثر المودلز شيوعا، بس طبعا ده فرق رهيب في الكومبلكسيتي. فاحنا بنتكلم على الموديل بتاع شكلي اللي هو الموديل بتاع السكوير لو، انت كاتبه في 3 سطور. الموديل بقى بتاع بيسم ده بيكتب فيه مئات الصفحات، حاجه معقده، ايه حاجه معقده جدا. المشكله بقى في الحقيقه مش ايه، مش كده المشكله، انت لما بتعمل سيميليشن فانت في الحقيقه مش بتبقى فاهم هو ايه اللي بيحصل في الدايره. انت بتشوف الريزلت بطريقه اكيوريت، بس ده مش بيديك انسايت، مش بتفهم بقى طب لو انا عايز الدري ده اقلله اعمل ايه، لو عايز ان انا احسن كذا اعمل ايه. فبيهايد الايه، بيهايد الانتويشن والانسايت اللي المفروض يكون عندك كديزاينر. فبالتالي النصيحه اللي هي مشهوره جدا بقى وانت بتستعمل السيركت سيميليترز، ان انت ما تتحولش الى سبايس مونكي، مجرد عمال تدوس على زراير بترسم ويف فورمز ويف فورمز وانت مش فاهم هو ايه اللي بيحصل في الدايره وايه اللي المفروض ان انا اغيره في الدايره كديزاينر عشان احصل على الريزلتس اللي انا عايزها. وهو ده اللي بنتكلم فيه دلوقتي. احنا مش بنتكلم ان انا عايز ارسم ويف فورمز دقيقه قوي زي دي واحسب الديلي بطريقه اكزاكت فظيعه زي السيميليتر، انا مش عايز اعمل كده. اللي عايز اعرفه كديزاينر ازاي ديزاين السيركت بتاعتي، ازاي اعمل الديسيجنز وانا بديزاين السيركت، ازاي اختار السايزنج، ازاي اختار نمبر اوف ستيجز، ازاي اختار ما بين الترناتيفز مختلفه، اختار ده ولا ده ولا ده ولا ده. كل الحاجات دي هي اللي احنا محتاجين نعرفها ايه كديزاينرز. عشان نحصل على الحاجات دي بقى، انا محتاج يكون عندي سيمبلر موديل، محتاج يكون عندي موديل ما هوش اكيوريت زي السيميليشن. انا مش طالب بالاكيوريت بتاع السيميليشن، بس على الاقل بيشرح لي ايه اللي بيعتمد على ايه. لو انا عايز اغير في البارامتر الفلاني ايه اللي المفروض ان انا العب فيه. وبعد كده بقى هتروح تحط دايره على السيميليتر وتفيريفاي اللي انت ايه، وتفيريفاي اللي انت توقعته من الايه، من السيمبليفايد هاند اناليسيس. فاللي احنا هنعمله بقى في الحقيقه ان احنا هنسمبليفاي الجيت بتاعتنا اكنها عباره عن ار سي سيركت، ده اللي بنسميه الار سي موديل. اللي انا في الاخر عندي كاباستور بيفرغ في حاجه، فانا الحاجه دي هعمل لها كده سمبليفايد موديل اكنها هي عباره عن ايه،
اكن هي عباره عن ريزيستنس، يعني ببساطه كده هعمل الترانزستور بتاعي اكنه عباره عن ايه، اكنه عباره عن ريزيستنس. فبالتالي هشيل الكومبلكس ايكويشن بقى بتاعه الكارنت اللي هي بتعتمد على الفي دي اس والفي جي اس with effective resistance. في الاخر انا عايز احط resistance وتديني delay رفلي كده قريب من السيميوليتر، بس اعرف ايه البارامترز اللي بتتحكم فيه resistance دي وايه البارامترز اللي بتتحكم فيه الكاباسيتنس، فبالتالي اعرف احسب الايه، اعرف احسب الديلي. بس طبعا انا عشان اعمل الكلام ده بقى محتاج ان انا اعمل characterization دي transistors بتاعتي عشان احسب effective resistance هتكون بكام، وده هنشوف بنعمله ازاي دلوقتي. لو انا نجحت في كده ان انا امودل الترانزستور ان هو عباره عن ريزيستنس، يبقى ببساطه اقدر اقول ان الايه، ان الدري بتاعي بيساوي الار في السي، لكن الدري بتاعي بيساوي الار في السي. لو عايز ابقى دقيق شويه كده، تعال نفتكر مع بعض كده الار سي سيركت دي كده اللي هي الفيرست اوردر ار سي سيركت اللي احنا خدناها مع بعض من ايام يمكن ثانوي، وعارفين ان هي بتبيهيف ازاي. في المثال ده انا عندي هنا ديكيينج اكسبوننشال، يعني الكابستور ده كان initially charged، لكن الكابستور ده كان initially charged وبعد كده بدأ يعمل ايه، بدأ يعمل discharge، لكني عملت falling input step. فحينزل ب exponential relation زي ما انتوا عارفين بالequation دي، وده كده الايه، وده كده الترانسفير فانكشن بتاعه السيركت دي. دي عبارة عن first order low pass filter برضو وانت شفتها من الفريكوانسي domain. ولو انت عايز تحسب بقى البروباجيشن ديلي، وزي ما اتفقنا احنا بنديفاين البروباجيشن ديلي ان هو التايم اللي حوصل فيه ال 50%، فلو انت عوضت فيه الايكويشن دي ان الفي اوت بتاعي 50% من الفي دي دي، هيطلع لك ان التايم بتاعك، انت هتحسب التايم ده، انا هتعوض بالفي اوت ان هي ب 50% بتحسب التايم، هيطلع لك ان التايم بيساوي تاو في لين 2. طبعا التاو زي ما انتم عارفين هي الار سي، الار سي تايم كونستنت بتاع السيركت دي، هو ده اللي بنسميه الايه، هو ده اللي بنسميه التاو، ده التايم كونستنت بيساوي قيمه الار في الايه، في السي. فانت محتاج تستنى تاو لين 2. يبقى البروباجيشن ديلي لو انت عندك ايديال ار سي سيركت هيساوي ايه، هيساوي لين 2 في ار في السي، ده اللي هو مين، ده اللي هو التاو. بتساوي كام لين 2؟ بتساوي 0.69، او لو صعب الرقم ده بالنسبه لك افتكر ان هي 0.7 تقريبا، يعني لين 2 بتساوي 0.7 تقريبا. عشان مش كل شويه بقى نقعد نكتب 0.69، فاحنا هنكتب دايما ار سي وخلاص، بس تبقى فاهم بقى ان احنا لما نكتب ار نقصد بيها ايه، نقصد بيها 0.69 ار. فممكن تاخد في اعتبارك الكلام ده وانت بتحسب الافكتيف ريزيستنس بقى، تضرب في 0.69 عشان بدل ما بنقعد نكتب 0.69 ار سي كل مره، لا هنكتب بقى على طول ان الديلي بيساوي الار في الايه، الار في السي. طيب السي سهل ان احنا نجيبها زي ما خدنا في محاضرة الايه، الكاباسيتنس. اقدر ان انا احسب الايه، احسب الكاباسيتنس بتاعت الجيت وبتاعت الديفيوجن وبتاعت الواير، فدي اوريدي احنا خدناها مع بعض في محاضرة الكاباسيتنس. طب الار بقى احسبها ازاي؟ تعالوا نشوف كده اناليتيكال مودلز نحاول نحسب بيها الار. المودل ده كان مقترح فيه كتاب بتاع جان رابي، لو هتلاقوه موجود في الريفرنسز في اول محاضرة، كتاب برضو مشهور في الديجيتال اي سي ديزاين. كان بيقول ايه، بيقول احنا اسيوم ان الاوتبوت بتاعنا دلوقتي بيسويتش from VDD to zero through NMOS، يعني زي الانفرتر اللي احنا كنا بنشرحه بالظبط، والكاباستور بتاعك بيفرج عن طريق الايه، بيفرج عن طريق NMOS. وهنقسيوم ان الانبوت بتاعنا abrupt، input abrupt يعني الانبوت ليه zero rise time، بيتغير abruptly اكنه ideal step function. وطبعا الاسامبشن ده مش accurate قوي، ان الانبوت بتاعك عمره ما بيكون ايه، عمره ما بيكون abrupt، لان بعض الانبوت ده جاي من جيت في الحقيقه قبليك، يعني الانبوت ده مش جاي من المريخ، ده جاي من الجيت اللي قبلك، الجيت اللي قبلك ما لهاش zero rise time ولا حاجه. بس يعني as simplification هفترض ان الانبوت بتاعي abrupt، فبالتالي الفي انبوت بتاعي بيساوي في دي دي، يبقى الانبوت ده الانبوت فولتج داخل الانفرتر بيساوي الفي دي دي، فالمصفي بتاعي ده اون. ولو جيت روحت الاي في كاركترستكس يبقى انا شغال على الكيرف ده، الكيرف ده اللي هو الفي جي اس بتاعته بتساوي في دي دي. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان الفي اوت بيفرق، خد بالك ان الفي اوت هو هو مين، هو هو بالظبط الفي دي اس. فلما الفي اوت يفرق هبدا اتحرك مع السهم اللي انتم شايفينه ده. طب انا عايز احسب الديلي، الديلي زي ما قلنا ان انا اوصل ل 50% يعني اوصل ل في دي دي على 2، يبقى انا بتحرك في الجزء ده من الكيرف، بتحرك من النقطه دي الى النقطه ايه، الى النقطه دي، بتحرك من 1 الى 2. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ لو عملنا اسامبشن ان ال ان موس بتاعنا ده شغال في الفيلوستي سيت، ف وان الفي دي سيت بتاعته اصغر من في دي دي على 2، يبقى هيكون النقطتين دول سواء نقطة واحد أو نقطة اتنين الاتنين موجودين في الساتوريشن، هيكونوا الاتنين موجودين في الساتوريشن، وبالتالي الكارنت زي ما انتم شايفين كده almost ايه، almost constant، هيساوي تقريبا الـ I on.
هعمل ايه بقى؟ هتحسب الريزيستنس على النقطه رقم 1 وتحسب الريزيستنس على النقطه رقم 2 وتاخد الافريج ريزيستنس. لما تحسب الريزيستنس هتحسبها ازاي؟ يقول لك انا هحسب الدي سي ريزيستنس مش الاي سي ريزيستنس. الاي سي ريزيستنس اللي هي السمول سيجنال ريزيستنس، لما بنحسبها بناخد السلوب. ان انا لما بحسب اي سي ريزيستنس اكني بقول ان انا عندي اوبريتنج بوينت معينه وعايز اشوف التشينج حوالين الاوبريتنج بوينت دي، فباخد السلوب. لما تيجي تحسب الدي سي ريزيستنس الموضوع مختلف. الدي سي ريزيستنس بحسب ايه؟ باخد التوتال كارنت وباخد التوتال ايه؟ وباخد التوتال فولتج. اكني بقول لو شلت الترانزستور وحطيت ريزيستور احطه بكام عشان نفس الفولت ده يديني نفس الكارنت ايه؟ يديني نفس الكارنت ده. فبالتالي لما اجي احسب الريزيستنس هتبقى عباره عن ايه؟ هاخد الفولت اللي احنا شايفينه ده كده اللي هو البي دي دي واقسمه. طبعا لما اجي احسب الار عند هي بوينت رقم 1 هاخد الفولت بيساوي البي دي دي واقسمه على اي اون. لما اجي احسب المقاومه عند النقطه رقم 2 هاخد من الفولت بتاعي بيساوي كام؟ بيساوي في دي دي على 2، وبرضه اقسمه على نفس الرقم اللي هو ايه؟ اللي هو اي اون. وطبعا احنا هنا برضه عملنا سمبليفيكيشن. احنا افترضنا ان الكرنت ثابت، طبعا انتوا عارفين ان الكرنت مش ثابت، ان عندي شانل لينث موديوليشن وعندي دبل وعندي ايه وعندي مشاكل تانيه كتير. بس برضه ده ايه، خليها وان مور اسامبشن. احنا بردي عاملين اسامبشنز كتيره ما جاتش على الاسامبشن ده. هاخد بقى الافريج بتاع الايه، بتاع الفولتين اللي انا حسبتهم دول، واعتبر ان هو ده الافكتيف ريزيستنس. فالقيمه الاولانيه هي اللي هي الفي دي دي على الاي اون، دي عند نقطه رقم 1. القيمه الثانيه اللي هي الفي دي دي على 2 على اي اون، دي عند نقطه رقم 2. احسب الافريج هيطلع لك ان قيمه الافكتيف ريزيستنس جيفن بالايه، جيفن بي الفورمولا دي. دي الطريقه الاولانيه، دي كده ميثود نمبر ايه، ميثود نمبر 1 بتاعه جنرال بي. طب هنروح للميثود بقى بتاعه هاريس. في الكتاب بتاع هاريس، هاريس قال لك ايه؟ قال لك انا الانبوت بتاعي عمره ما هيكون ابرابت. في الحقيقه الانبوت هو كمان ليه رايز تايم. فلو الانبوت بتاعي بيتغير بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده، الاوتبوت هيتغير بالشكل العكسي. لو انا عندي انفرتر هاخد 50% انبوت و 50% اوتبوت، هو ده هيكون ايه؟ هو ده هيكون البروباجيشن ديلي بتاعي. وبالتالي بقى ما ينفعش اعمل زي ما ربيع عمل واقول ان الاي في انبوت ثابت بيساوي واحد وانا شغال عند كيرف واحد. لا، في الحقيقه هو مش ثابت. انا هبدا من ان الفي انبوت كان ب 50% اللي هي وليكن النقطه دي، لحد لما الفي انبوت بقى ببي دي دي اللي هي الايه، اللي هي النقطه دي. خد بالك ان انا النقطه اللي بدات منها حساب الديلي كان الانبوت ببي دي دي على 2، لكن لما وصلت لحد الاخر كان الانبوت خلاص وصل لايه، كان الانبوت وصل للفي دي دي. فدي نقطه رقم 1 اهي، دي كده نقطه رقم 1 ودي النقطة رقم 2. وبرضو بقى الكارنت بتاعي مش هيبقى هو هو. طبعا الكارنت عند نقطة رقم 1 مختلف خالص عند الكارنت عند نقطة ايه؟ عند نقطة رقم 2. طيب راح عمل ايه بقى هاريس؟ قالك يحسب بقى الافكتيف كارنت اللي هو الافريج كارنت، اكنه اي لو بلس اي هاي على ايه؟ على 2. جمع التو كارنتس وقسمهم على 2. وبعد كده عايزين نحسب بقى الافكتيف ريزيستنس. فقالك الريزيستنس هي فرق الفولت على الكارنت، فرق الفولت ما بين النقطة دي والنقطة دي بفي دي دي على 2. خد بالك انا الفولت هنا اتغير بفي دي دي على 2، ده كده بفي دي دي على 2 مقسوم على الافكتيف كارنت اللي هو اي لو بلس اي هاي على 2. الاثنين تطير مع الاثنين ويفضل لك ان هو ده الايه؟ يفضل لك ان هي دي الفورمولا بتاعت الريزيستنس. طب انهي بقى طريقة في الاثنين دول احسن؟ في الحقيقة الاثنين وحشين جدا، الاثنين مش اكيوريت وهيدوك ريزلتس يعني بعيدة عن السيميليشنز وفيهم اسامبشنز كتير قوي. طبعا احنا عملنا كميه اسامبشنز كبيره، ما احنا عملنا شانل لينث موديليشن والدبل والحاجات دي كلها. بس زي ما قلنا بقى، الهاند اناليسيس فايدته مش ان انا اجيب اكل فورمولاس. في الحقيقه الهاند اناليسيس فايدته حاجه تانية. ايه فايدته؟ ان انا اعرف الترندز، ايه اللي بيتغير مع ايه وايه اللي بيعتمد على ايه. بس هو احنا اشتغلنا بالطريقه الاولانيه او بالطريقه الثانيه، في الاثنين طلع لك نفس النتيجه، وهي ان الريزستنس بتاعتك بتتناسب طرديا مع البي دي دي، تناسب عكسيا مع الايه، مع الاي دي. هي هي نفس النتيجه. بص كده على الايه، على المرتين اللي فاتوا اهو، هنا اهو انت عندك الريزيستنس هي بتتناسب مع الفي دي دي، بتتناسب عكسيا مع الاي دي. وفي ميثود نمبر 1 برضو اهو، الريزيستنس بتتناسب طرديا مع الفي دي دي، تتناسب عكسيا مع الايه، مع الون كارنت اللي هو الاي دي، اللي هو الدرين كارنت بتاع الايه، بتاع المصفت. فده في الحقيقه اهم تيك هوم مسج من الايه، من الاناليسيس ده كله. بس خد بالك بقى، ممكن واحد يتخدع يقول لي كده يعني انا لما بزود الفي دي دي بزود الريزيستنس، يبقى كده بزود الديلي. لا، يبقى انت كده ايه، يبقى انت كده مش مركز برضو. امال ايه؟
لو انت الاسكورلو فاليد هتقولي ما الاسكورلو مش فاليد، اقول لك ماشي، بس ولا افترض يعني ان الترند بتاعت الاسكورلو فاليد مش كارقام بس كترند، فانت عندك هنا فوق في في دي دي، لو الاسكورلو فاليد يبقى الكارنت بيعتمد على في دي دي تربيع، يبقى عندك فوق في دي دي وتحت في دي تربيع، يبقى اوفر اول المقاومه بتاعتك هتعتمد عكسيا مع مين؟ عكسيا مع البي دي دي. عشان كده في الحقيقه ده السبب ان هم زمان ما كانواش عايزين يقللوا في البي دي دي. ليه؟ لان كل ما البي دي دي بيبقى اكبر كل ما بيديك مقاومه اصغر، وبالتالي بيخلي السيركت بتاعتك اسرع في الحقيقه. هم ما كانواش عايزين يعملوا سكيلينج داون للبي دي دي لحد لما حصل بقى الفيلوستي سات، وبقت العلاقه دي مش فاليد. خد بالك لو انا شغال فيلوستي سات بقى هيبقى الكارنت ماله بيعتمد على البي دي دي نفسه مش البي دي دي تربيع، ساعتها هل المقاومه تعتمد على البي دي دي اصلا؟ لا، اللي فوق هيطير مع اللي تحت، وبقى السكيلينج داون بتاع البي دي دي ملوش اي معنى. واوعى تنسى طبعا احنا بنقول ان في السكوير لو الكارنت بتاعنا بيكون بروبورشنال لفي اوفر درايف تربيع، ده في السكوير لو. والفي اوفر درايف لما يكون المصفط اون دي هو البي دي دي، ان هي بتساوي البي دي دي ماينس الايه؟ ماينس الفي ثريشولد تربيع، فيبقى عندنا هنا في دي دي تربيع. العكس بقى في الفلوسي سات كان الكارنت بتاعك بروبورشنال للايه؟ الاوفر درايف نفسه مش الاوفر درايف تربيع. السكوير ده اختفى، واحنا قلنا في الحقيقه انت باينه باين، ولا انت باثنين ولا انت بواحد، بتبقى بروبورشنال للفي اوفر درايف تو ذا باور اوف الفا، حيث الالفا دي رقم ما بين الواحد والايه؟ والاثنين. طب واحد برضه هيقول لي طب بما ان ده مش اكيد وده مش اكيد وانا اعمل ايه بقى؟ اقول لك بسيطه خالص، روح هات الفاليو بتاعت الار دي من السيميليشنز. هتقول لي مش انت قلت لنا ما نكونش سبايس مانكيز وما نروحش نجيب كل حاجه من السيميليشنز؟ اقول لك ما انت مش سبايس مانكي قوي بقى، انت هتحاول تستعمل سبايس بذكاء، هتستعمل سبايس بذكاء ازاي؟ هتروح تعمل كاركترايزيشن ليونت ترانزستور، وبعد ما تعمل كاركترايزيشن ليونت ترانزستور المعلومات اللي انت خدتها من اليونت ترانزستور هقدر اطبقها على اي ترانزستور واحل بيها اي دايره وافهم الترندز اللي بتحصل عندي في الديلي بتاعت الديفرنت سيركتس. طيب ازاي بقى هناخد البارامترز بتاعت اليونت ترانزستور وازاي هنطبقها على اي دايره تانية؟ ده اللي هنعرفه في الجزء الجاي من المحاضره. بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.